صافرة البداية لحكم هذا اللقاء الكويتي يا سيدي محمد جمال، الرجل الذي يقود هذه المواجهة في التصفيات الآسيوية المشتركة. كل التمنيات، كل الدعوات بالتوفيق لأسود الرافدين، لأبناء العراق في هذه الليلة بالفوز والانتصار وتحقيق الثلاث نقاط، وأخذت أماكنها في ملعب اللقاء من أجل المؤازرة والمساندة لمنتخب العراق في مباراة الليلة. سوف نذكر وإياكم قائمة أسماء اللاعبين بعد هذه الصافرة. عناصر المنتخب العراقي، أمل بأن الأمور على سيد الصوت على أفضل ما يرام بالنسبة لمن يستمع إلينا في هذه الأثناء. المرور، المحاولة تأتي بالنسبة في وسط الملعب لدى عناصر المنتخب العراقي. الثلاث نقاط مطلب ولا غير. محاولة تسديد إحسان علي، يعطي تمريرة، بعد ذلك العكسية من إبراهيم بايش، بايش وإحسان علي، لا تزال عراقية المحاولة النقل الأمامية، الصراع والضغط والزيادة العددية من أجل الوصول إلى مرمى المنتخب الفلبيني. الدقائق الأولى يبحث المنتخب العراقي عن وصول لمرمى المنتخب الفلبيني، عن وصول لمرمى الفلبين من خلال دقائق أولى. بالخير واليمن والبركات شهر رمضان، وهنا العراق ينتظرون هذا المساء سحورا شهيا يقدم أبطال الأسوة أسود الرافدين. مرت يا مهند، ينتظرون وفوز هذا المساء، كيف ولا وهم لطالما يرددون إلى سجعان، والفوز الليلة ثلاث نقاط والعكسية عراقية. ميمي رائعة جميلة الكرة الماضية العراقية، لكنها بعد ذلك هبيدت وتحولت إلى ركلة ركنية. الله عليك يا مهند، ارتقى، حول كرة بالرأس، لكن أيضا يتدخل كيفان راي مرة أخرى. رائع هذا الحارس الفلبيني، كرة إلى ركلة ركنية. حكم اللقاء يوقف اللاعب أمير العماري على التفيد، ريبن سولاكا بالإضافة أيضا إلى جيمس في حديث مع حكم اللقاء. ريبن يطالب زملائه بالاقتراب، ركلة ركنية عراقية في انتظار التفيد، كرة ترسل عالية راسية مرت وانتهت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية من جانب مهند. تصرخ وتهتف في مدرجات ملعب البصرة، تنتظر هدف أول، تنتظر خبر أول أن يكون حاضرا من جانب الأسود. الكرة طولية عراقية واصلة، استلاب، تسديد، الله، اصطدت، عادت وين الكرة يا مهند؟ وبينت بعد ذلك، وبينت بعد ذلك، يا لها من كرة، يا لها من محاولة، لكن التصدي كان حاضرا. سامة رشيد وقع على أرضية الملعب، بينما هنا اللقطة لأمير هي الأبرز، هي الأروى في لقطة أيضا كانت قريبة من أن تعانق مرمى المنتخب الفلبيني. التصدي كان حاضرا للكرة الأروع، للصورة الأجمل. بايش وين؟ أعطيني الصورة، يلا بايش، مرر بشار، كان أقرب الدفاع، بتعود 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 بتعود، لا تواجد لأحد من الفلبين في الأمام، الكرة تبقى بين أقدام عناصر العراق، مروا 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 مروا، راح برافو على كورة، برافو 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 حسين علي. يبحث الآن علي جاسم، يعود للخلف من أجل استلام كرة، من أجل الحل الفردي، من أجل المهارة. أسامة مرر كرة بعد ذلك أمامية، إحسان سددها، رائعة الكرة الماضية، خادعة الكرة الماضية من جانب حسين علي، سدد كرة بالقدم اليمنى واصطدمت بعد ذلك في القائم للمنتخب الفلبيني. يا قائم يا قائم،
وشوط الثاني نامل أن يكون التوفيق حاضرا وحليفا للمنتخب العراقي. لا تذهبوا بعيدا، سوف نكون معكم مع بداية ومطلع لأحداث شوط اللقاء الثاني في لقاء العراق والفلبين في التصفيات الآسيوية. لا يغير من أموره، لا يغير من واقعيته، لا يغير من طريقة لعبه، يبقى بذات الاستراتيجية متراجعا في الخلف في انتظار الحل من جانب عناصر المنتخب العراقي. عراقية عكسية، وين الكورة؟ كاساس ولا من جانب تي سانتيفيت، كلاهما يبقي الأسماء نفسها. المنتخب العراقي